السلامة، صباحتي مزيان؟ بخير وهذاك؟ بخير الحمد لله. انت مزيانة؟ مزيانة الحمد لله. اليوم عاجي عندي صاحبتي تولية شحال ما جات عندي وخصني تخلي لي مصروف. وعلاش هذا تجي عندك تولية؟ جات تجلس معايا شوية، شني فيها لا جات عندنا؟ شني فيها؟ مالك؟ ها؟ مالك؟ صافي، شنو خاصك انت؟ خصنا المصروف باش نوجد ونضيفوها، ميمكنش تجي عندنا ونحطو لها والو. والو، مرحبا مرحبا بها، جي مرحبا. صافي، خلتني عين المصروف باش نمشي نتقدى، نجيب شي حاجة باش نطيب الغدا، عرفت اليوم الغدا. صافي واخا، واخا، ماشي مشكل. صافي؟ واخا. إيوا الله يخليك ليا. يلا سيري حتى نجي عندك الكوزينة. يلا. اش بغا تجي عندها؟ اش بغا تجي عندها هادي؟ اش بغا تجي عندها؟ قال كاين شي حاجة، كاين شي حاجة. فينك صاحبتي؟ خليتيني بوحدي هنا بديت الكبيدة ديالي، كاملة مزيانة، ماما كلبس عليها، خوتك كلشي مزيان. توحشتك وانت هنايا حدايا وما كتجيش. وانت ما كتجيش عندي من نهار تزوجتي صافي. لا والله انا معي الدار، انت عارفه والراجل ضروري خصك تقابلو. انت ما عارفه زعما صاحبي. تبارك الله ربي حتى الزواج اختي كان مقلق. جا معايا بعدا جاك سوين شي بعدا يا اختي. راجل ما عرفتيش شعرك؟ لا اي درت له بروتين اصاحبتي. اديني يا اختي هاد الزواج ما عرفتش شعري يا اختي. ها اديني معاك انت الزين ديالي. اش بدات الساديه الكبيره ديالي؟ خليك الحيده ديالي واش كتعاودي هاد الامور؟ ماشي مع مازال يا اختي ما سهل الله. مازال علاش؟ والله يعني هو في قدر الله، ولكن ماشي باقي يعني ما كتفكروش. لا يعني كنفكروا ولكن مازال باقي ما كتبش. باقي ما كتبش وصافي. كاين شي واحد صاحبتي ما يبغيش الوليدات. بصح الوليدات هما سنة الحياة. هذاك الشيء اللي كاين الكبيده ديالي. ايوا كيما شمع العمل بخير الحمد لله. خدمة ماشي خدمه والله الا تامره ما نكتبش عليك. كنجي نقول انا بعدا عندي الراجل ما يعني في الدار نتي نعي راسك وما تجيشي عندي. والله يا سنه مع الوقت جري من هادي وسير هنا. وباز يا اختي باز عليك وعلي. انا انت بعدا على ديك الراجل انا راه بوحدي. وانت بوحدك انت خصك تجي عندي. انا بعدا عندي الراجل خصني نقابلو. تقابليه وانا ما تشوفينيش. والله الا ما كنت وحشتك كنت كنصرب لك ميساجات وانت ما كتردش عليا قليل. كتقول لي خدامه مشغوله. وانت كتبقى تطلع عليا فيك باش بغيتي نجاوبك. والله الا معايا مع الكوزينه تاعي. صيفط لك ميساج قلت لك واش نعستي؟ انت تخليها في. انا انت عارفه والله كنت في الكوزينه كنطيب العشاء. والله الا جا البارح عرفتي صدع ليا راسي. عطيني العشاء دابا ما خصني نتعشى انا وعليها ما جاوبتكش الزين ديالي. اما انت راك عزيزه وغادي الحبيبه ديالي وانت عارفه. سير عمري كاس ديال اتاي بقيتي عليا بالهضره. مرحبا الحبيبه ديالي استاهلي انا. صاحبتي هاد الحمقى هادي كما عرفتها باقا ما كتبدلش وسربي. انا مراتي. اجي بنتي اجي. قولي لي عندك شي حوايج نصبنهم ليك؟ واه شي لا حوايج كاين تما. خلينا من الحوايج، الحوايج من بعد ونشوفهم. علاش مالكي؟ عرفتي اش غنقول لك؟ مالك يا ماما؟ قلبي قبوط عليا. اوي علاش واقع؟ واقع والو. توحش بنتي ساره. الله يا ماما الله على انا اختي ما توحشتش. راه انا اكثر منك يا لي تولدي تعرفي بحق ما انا اكثر منك. كدي الكبده هادي الله عاد شحال ديما مشينا عندها وما جات عندنا. بعدا هي كيعامله مع راجلها كتهضري معاه ولا لا؟ لا تهدوي معاه لاباس الحمد لله. كنت توحشها بقات بلاصتها في الدار بزاف. نكذب عليك انا راجلها كيجيني انورمال ديما كنبغي نمشي عندها وكنخاف منها. لا عادي راجلها من بيت حتى حاجه الحمد لله. ويلي بالعكس ومهلي فيها وما خاصها حتى خير. ماما الله يهديك واش ما كتشوفيش عيني كيفاش كيفاش كيتصرف فيها؟ وعيني هكاك دايرين الكبار شفتي كيحامزة شفتي يبقى يرمش ليك وعادي وعينه هكاك. ماما واش ما كتفرجيش في اخطار المجرمين؟ ما كتشوفيش هما كيفاش كيتعاملوا دوك البسيكوباط؟ استغفر الله وليتي كاع واصله بيه لاخطار المجرمين. شتي حمقى ولا مالك؟ شوفي نكذب عليك انا لا مسوسه شويه انت. ماما انا الا توحش اختي هي تجي عندي ولكن باش الحق انا نمشي عندها. ما نمشيش عندها. انا نمشي وعدي علاش لا؟ نقول لك يلاه تخليني نمشي بوحدي. دابا انت معيطه عليا باش نبقاو نهضروا على اختي الا عندك شي حاجه. اي نهضر على اختك. انا اختك شهيت غنشوف قدامي وما لقيتهاش. ايوا راه حتى انا واش عارفه قريب يجيو فيا الخطاب ديك الساعه انا غادي تفكي مني. هي كملت. مالو بعدا هذا اللي غيجي نقول يجي يسكن حدانا يجي يسكن معنا في الدار كاع
واش انا باغا نبعد منك وانت غادي تقولي نسكن حداك؟ دي ماما الحبيبه ديالي. انت يا ماما انت غادي نسكنك معايا كوني هانيه باش ولي انت تشقي عليا حتى انا ما كنعرف ندير والو. ولا ودي اللي خلاص عليك ماشي ديري مهمتك تفرحي بيا وتكبري بيا قدام الناس. دابا غادي تعطيني نصب لك ولا نصب الحوايج ديال راسي؟ سيري ديريهم في لاماشين ما فيك تصبنيهم بيدك سيري على لاماشين تما يخشي الزمر كله تما وركي عليه وديري تيدي وجهي بحال نقصو نكملو حتى نطلبك. ديري لك كنعرفك على لا لا ماشي الفلوس اطلبها صغيوره صغيوره. تشاهي ماما الرز بالحليب عافاك الله يعطيك مقروضين ماما عافاك. انت كديري فيه القرفه كيجبني انت تيديري فيه القرفه يجبني. ايوا شوفي شكون يصب لك حوايج وتي الماكينه الله يخلف على الماكينه الحادقه ما تشمو بناك الماء كتصبنو حتى تسمى يدير ليها كوك تروح عليا كوك مبزقه. اولي يوم يلاه توحشتك الزهره بزاف. واش عشرة فين اسير بخير هاني خويا بقاستو معايا بهاد الطريقه الله يسهل تحب واش واش كتلاقني يا عبد الوصاح؟ علاش كنت؟ اخويا ما فهمتش كتكون معايا نورمال علاش ماكش دريا؟ اخويا كتقرص كتشد عليا انت مالك اصاحبي؟ انا ما وصلوش ليا حدا مرتي وصافي كنت وحدي فيها ما فهمتش اصاحبي انا ما عرفتش انا صاحبي ما فهمتش بلا ما تاخذ الكلمه ما فهمتش يا خويا ولكن خف على راسك شوي ماشي كاع العيالات كلهم بحال بحال فهمني كلهم بحال بحال الا وصلوا عند مرتي شكون هضر اخويا؟ عارف الاسطوار ديالك اخويا ديال با ممكن يتفارقوا بسبب المراه جات خويا اسمح لي اسمح لي هذا اخويا تبقى تشوف في الشوب ولكن اخويا ماشي كلشي بحال بحال لوجي عندي انا اخويا كلشي بحال بحال خويا عندك انت اخويا اخبارك هادشي اخبارك انت با راسك عندي نبيع ولا نسمع بكيلو شي واحد ولا عارف لك نقول شي حاجه ما كنت تصعب ردي فينا في الرجالة وقت هادي نبقى تيقة ناري فتشيني بشي حاجة في حياتي هاي اليوم قلت لك تجي عندي ديك تورية اللي كتكون فوق من عايشة واش باغا تعدى يلا ها واش باغا تعدى صاحبي اش صاحبي اش باغا تعدى صاحبي ما تجيش عندنا واش مرتك هي ما ديرش علاقات مع عيالات وتدو معاهم كتجي عندنا في الوقت اللي انا كنكون فيه في الخدمة تجي عندنا ملي نكون انا كاين علاش كتجي عندها في الوقت اللي نكون انا في الخدمة زعما تقول شي حاجة زعما انا لا عارف ما عرفتش اخويا كيحسبني في راسي تاع انا ترى ما كنت غادي تمشي ليها صاحبي باش شوف ما تجمعش خصك تجمع مع العيالات دابا هي كتجي عندها ملي تكون تاه خويا دبر راسك خويا شوف دبر راسك شوف تاه شادي اصاحبي دو معايا بهاد العيبة اخويا كتخلعني هو انت كتخلعني انا كنضحك صافي هذا ما مزيان ونوض سير جيب لي شي حاجه اش حرك هو يا سمع الوطا عشان يا والي انا غير اسمح لي انت ما فيك ثقه انت ما عندنا فيك ثقه هذا الوقت هذا شكون وعليكم السلام كي داير خويا لاباس؟ لاباس الحمد لله كاينه سارة؟ سارة كدوش دير وقيلا نمشي دخلي دخلي تسنايا لا اش بقات؟ اش بقات سارة؟ اش بقات؟ مرحبا بك مرحبا ايش هي عندها؟ ها؟ ايش؟ بغي يفرقوني، بغي يفرقوني أنا ومرتي بغي يفرقوني أنا عارف عارف فرق أمي وبغي يفرقوني أنا ومرتي فرق أمي مع بابا فرقوني لا ما نخليهمش أنا ما نخليهمش أنا ما نخليهمش أنا أنا ما نخليهمش ما نخليهمش ما نخليهمش ما نخليهمش
مرحبا بك. مرحبا بك. عاوتاني. سارة مازال ما خرجتش من الدوش. ايا قريبة. يلا سولتها لك. واش مشيت ترجع ولا كان؟ لا قالت لي خليها قول لها تبقى. علاش بغيتيها؟ بغيت نهضر معاها. توحشتها وبغيت نسول فيها. توحشتها؟ توحشتها؟ صافي ما بغيت تقول لها والو. لا بغيت نهضر معاها في واحد الموضوع. موضوع؟ بغيت تدوي معاها في موضوع. داكشي ديال البنات فهمتي؟ صحابي بغا تحرشيها. ها؟ بغا تحرشيها. شنو نحرش؟ تحرشي عليا. اويلي خويا. انتي بغا تحرشي عليا. كي دوزتي هاد السيمانة؟ دوزتها زوينة هاد السيمانة، مكرهتش كرة عيد دوزتيها معانا بصراحة. تعنا بصراحة مكرهتش، ولكن عارفة حبيبة راه الخدمة ما عندي ما ندير. في غادي؟ هاد الباليزة شنو نقول لك حبيبة؟ راه جاتني خدمة. خدمة جاتك حتى جيت أنا. شنو غادي ندير حبيبة؟ تراك عارفة راه هادي هي اللي كنجيبو منها شوية ديال فلوس باش نخدمو. لكن هي على عيدك وراه عيد وسي هذيك السيمانه بعدا معايا حتى جيت انا وجاتك الخدمه. ما كرهتش حبيبه، غير هو كانت عندنا خدمه بزاف هاد السيمانه هادي وداكشي علاش ما قدرتش نجي. قلت لك نقدر نلحق عليك ملي تمشي ثلاث ايام، ولكن ما لحقتش. داكشي علاش. كي دايره بعدا العائله الفاميله كلشي بخير الحمد لله؟ ما جا حد بعدا الدار؟ جات حتى واحد؟ ما جا حد. انا كنت هاد السيمانه كامله وانا من الخدمه للدار، حتى واحد ما جا، حتى واحد ما سول. المهم حبيبه باش ما نتعطاش على الكار، عندي الكار من هنا واحد الساعه يلا نوصل للكارد، فهمتي؟ يلا نخليك سلام. صافي جيت في الاخر غادي
سهولة. شكل جاني هادشي هذا ماما؟ جاني في شكل ماشي عادي. الله يسلمك، كيداير بخير؟ الحمد لله مزيانه. الحمد لله، كي دوزت هاد الشهر؟ الحمد لله، واخا ناقص شويه بلا بيك. الحمد لله مزيانه. واش نديرو؟ الصبر وصافي، راه الخدمه هي هاد الخدمه. شتك ما مرتاحش؟ تزيرت في الخدمه بزاف، تزيرت مع الباترون. بنتي لي ما مرتاحش كتبان. واش نجيب لك تشرب؟ لا يلا شربت الدوش سخون دوش وجدوا لك صافي سيري وجدي لي الدوش باش نحيد العرق ديال الطريق كونوا عارفوا واش غيكونوا عارفوا ولا لا صافي ما يكونوا لا عارفوا لا والو سارة مليتيش ليا؟ كي داير الاجواء هنا في الدرب؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ شكون مات؟ شكون تزوج؟ مزيان هي صاحبتي توريا ما عرفتش مسكينه حتى هي غبرتني سافرتي ما عرفتش غبرات؟ شكون راه مسافره؟ ما يمكنش كره سافرت كره خدتاني انا يعني هي ما كتخبى عليا والو سولتي دارهم؟ دارهم حتى هما ما عارفين والو ما فهمتش حتى هي عزيزه عليا ما كتخبى عليا والو ايوا صافي دابا تبان ان شاء الله سيري وجدي لي الدوش ممكن نمشي ندوز وادير اللي بغيتي اللي شوفي انت التوجيه فين عاطيك فين كتقراي مزيان اقتصاد هو اللي فيه الحبه هو اللي غنومي سير ديري مزيان حتى الاس بي تي زوين مالكي بعدا اش غنقول لك بنتي بقا عندي فين نزيد خاصني نمشي نشوف بنتي علاش ما اتصلت بيك ما اتصلت بيا ما والو هذا هو المشكله بقات كتتصل بقات والو وانا توحشت كنتسنى جي ما جاش صافي هاد الكره نمشي لكازر علاش توحشتي هي راه براجلها انا تخيل هنا بوحدي ما كنتي باقا صغيره يلاه معايا يا ولا ماما انا سنقرا وكتقول لي عندي التوجه هذا العام وكتقول لي نسافر معاك قلت سير داركم ماكي باقا صغير وخليني انا نمشي ماما شوفي الا مشيتي غادي نتقلق منك واش تعرفي اش تقلقي مني قلت لك نمشي نشوف بنتي نشوف بنتي اش قلت لك الكرم صافي من هنا حتى الكاس باش عندي معايا الهضره غادي تمشي عندك الحمق ديال راجلها ما حمق والو ما عمر ليه لا راه حمق هذاك ماشي نورمال سير صافي حيت داخل السوق راسو ما كيشيتش معاك الهضره رديتي حمق سكتي ماما عفسي ماما عفسي شوفي عاتي شوفاتو فيهم الخضر عاد كيشوف واحد الطريقه شوفه ديال الرجوله اش بغيتي دير بحال العيالات كيشوف شوفات حارين ديال الرجوله بغيت الهضره كل بعد ما ندير غنمشي نشوف خصك غنمشي نشوف خصك اويلي يا ماما راه عندي امتحان اش كنبقى وجدي غدايا قولي بغيتي لي طيبتي بقى صغيره طيبي كل شيء ولا عارف اش غدير غنطيب لك كل شيء ونجدو كنمشي غير يومين ونجي وانا غنسكن كاع نبغي نجلس انا مع نسيم وعارفه المصروف اللي خاصو يقضي في هاد اليومين شحال شحال قدك وماما 1000 درهم ما كاين 1000 درهم بكينيدي وراه الثلاجه عامره طيبي البيض طيبي الكفته ونخلي لك شي 100 درهم راه يومين وغنجي على 1000 درهم انا صحابك انا خدامه في طرافو بليك ما نتكساش انا دابا انت عندك باش دابا انت عندك باش تشديه تصنت ليا دابا انت ما بقاش بك غير انني غنمشي بقى خصك تكسي خصك تبروفيتي فيا ملي بغيت نمشي عرفتي شنو خلينا ندير غير التوجه ديالي صافي وديري ماما انا غنمشي نجي نجمع حويجاتي غنمشي سير وماما انا ما نمشيش معاك وخلي لي 1000 درهم 100 درهم
السلام. عليكم السلام اودي، كي داير؟ بخير؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك؟ شي بخير؟ كدايره ساره؟ لاباس. شي بخير؟ ولكن ساره مشات عندكم. مشات عندي؟ اه. وانا جايه نشوفها. قالت لي توحش ما ومشي عند مو. والله يا ربي لا تلا توحش، قلت غنجي نشوفك. وانا عيطت لي وقلتوها لي جا ما وصلني دابا للكارتين. علاش جيتي عندها؟ توحش ولدي، قلت نجي نشوفها بنيتي. مرحبا دخلي دخلي. ندخل نسرح من بعد نمشي، ما كايناش غندير، انا بغا نشوفها. واخا واخا. علاش جيتي؟ انت غادا هدا وليتي. ايه انا بغا تحرش جاي. ايه بغا تحرش. انا جاي قلت غنشوف بنيتي صح وسكينة. حيا نتفقات. انت مشيت؟ اه؟ انت مشيت؟ مشيت الصباح. مشات في الصباح؟ تفاوتنا واقيلا هي مشات ديك الساعات، انا خرجت مع الصباح. مشات. مشات الطريق طويلة. و ما قالت لك والو؟ ما فيش حتى باش تقول لي. انت بغات دير لك على مفاجاه. واش انا بغا ندير لها مفاجاه؟ ساه هي ما لقيتهاش. غنرجع دابا نسرح شويه ولدي بلا ما نصدعك. غنمشي. وعلاش جيتي عندها انت يا خالتي؟ ها؟ علاش جيتي عندها؟ توحشت وليدي، قلت نجي نشوفها. كاين شي مشكل؟ توحشتها. توحشتها. وما تقولش. باغا نجلس معاها ونتحدث شويه انا وياها ونهضرو. شحال ما تسايرنا انا وياها الهضره. فاش بغا نتحدثوا انت وياها؟ وحتي تعيرت راك تعرف من بنيتي شحال هادي ما شتات تعاود ليا ونعاود ليها ونتسايروا انا وياها. ايوا هادشي اللي كاين. اختها شي ما تي قالت لي سلبي عليها بزاف بزاف. مالك وليدي؟ الصك. لا بان ليا جو بان عندكم. فاش بغا نحكي العيالات؟ حكي العيالات عادي. ما توحش بنيتي وبغيت نجلس معاها ونسلم عليها شويه ونتحدث. ايوا انت مالك وليدي؟ كيجيو عند مي وكيقولوا لي حسيت العيالات. العيالات عادي حسيتهم مغزل كما كيقول لك كيتحدثوا ويهضروا وشافوا لكم ساعتين. وليديك لاباس مالك؟ بقاو كيتحدثوا مع مي. واش تحدثوا مع عادي اللي تحدثوا مع بوك واش كاين؟ تحدثوا مع تقطص اليد ديالك ولا تحدثوا معاه بزاف؟ طلقني. لا وليدي هذاك الشيء هضره عليك كنتحاشم. بنتي كتعجبها انت وعزيز عليها ومطلقش منها. هذه امي قالت لي طلقني. لا وليدي لا التليفون. سارة اش ما كاينش راجلك؟ واه اختي ما لقيتهم. لا ماما لا عبدو ما عرفتش يا اختي. واش عارفاش كتقول لي ماما راه كنخاص تكون واصله؟ هذاك الشيء اللي انا خصني، هذاك الشيء اللي خصني نعرف. اختي عيط لك راجلك، عيط عليه حتى هو. لا ماما ما كاينش، هذه ماشي ديال عندك يكون جري على ماما. صاحب شكون؟ واش ودي؟ ديرو تبارلو. اوكي ديرو تبارلو. الو السلام عليكم. كي دايره اختي ساره؟ بخير. عليكم السلام خويا اشرف. كي دايره؟ لاباس عليك. الله يحفظك. قولي لي بغيت نسوق لعبدو. حتى انا راني كنقلب عليه، جيت ما لقيت لا ماما لا عبدو، راني جاي جبرتيني كنقلب عليه. انت انا اللي غنسولك واش انت بان لك؟ صح انت ما بانلكش. لا دابا راه يومين دابا ما جاش عنده وتليفون طافي. انا تخلعت عليه قلت ليه ما كاينش شي حاجه. شو عيط له؟ عيط له وشوف شي كافي كيبرك. شوف شي شوف شي كافي كيجلس فيها. راك انت صاحبو زعما تقدر تكون عارف الموضع اللي كيجلس فيها ولا شي بلاصه. داك السطر اشرف خويا شوف لي شي خبر عليه. راني بقيت مشوشه حيت ماما راني كان خصها تكون في الدار دابا، ما لقيتها لا هي لا عبدو، راني مخلوعه. صافي انا اختي شوفي راه قلبت ولكن عاود عاوتاني نشوف عاوتاني. شوف داك السطر خويا، داك السطر
شوف لي حاجه ما كان نقول صافي رد عليا اخويا الله يحفظك رد عليا ما فادنا بوالو صافي ايه ما هو زعما كيكون عارف هادي ما صاحبتي ماما كتصوني ما كتجاوبنيش خلاص عليها حبيبي لا وها خصها تكون دابا في الدار ما فهمتش حتى صاحبو قال لك ما بانلوش هذا هو المشكل ما فهمتش انت على انت اصلا ملي جيتي عندي ما كانش فراسك بلي ماما هي جايه عندك لا راني عارفه يعني انا ملي مشيت انا هذيك الساعه سمعتكمش انا فراسي وعيطي ماشي معنا جايه ماما كاع ما تجي تعذب ليش راه غادي تجي وما يحسوا يهضروا فيا ماما ما يحسبش كي هضروا شنو هذه هي المشكله وعاد نمشي نقل النرجات وما يمكنش كان خصها تكون في هذه الساعه تكون في الدار حتى هو ما كاينش اختي ماما اختي القلب هو ما كاينش ويلي وحدي هزي تليفونك سلام يا شمس شي اخبار اختي راه مشيت تقلب بلي حتى شي واحد ما شاف داري كامل ولا الدرب اللي ما شفناش ايه يمكنش انت دابا معيطك ما والو عيطت لي ميساج ما لقيتهاش مع انا حتى ماما ما لقيتهاش انا ماماك مالها كيفاش راه جات ما لقيتهاش راني مشيت حتى للدار عندها وما لقيتهاش وقالوا لي راها جات عندها مشات مي هاد الساعه خاصها تكون في الدار دابا هي جات عندك باش نفهم جات عندي جات عندي شفتي في الدار مشيت انا راه خرجت مشيت لعندها وهي تخالفنا انا وهي جات ودابا ملي جيت هي راه خاصها تكون في الدار تاع عبدو ما كاينش تخربقت فراسي جات ديك الدار لقات عبدو جات في الدار جات للدار وما لقيتهاش هذاك هو المشكل اللي بقيت انا نبرص طافيه هذاك هو المشكل حتى هو ما لقيتوش عيطت ما نغوت عيطت ما نسول وطافي التليفون ما فهمتش علاش زعما ماما موالفاش هادي يعني كتكون عارف زعما هو فين هو كيكون معاك حيت ما عندو فين يمشي دابا بلاتي انا دابا انا مسرح واحد البلان وما عرفتش يقدر يكون يقدر من دابا عبدو ملي كنكون كندوي معاه ولا كنشوف شي دريه كيبان لي بحال كيتقلب كيولي في واحد السيفه اخرى ولا واحد الشيء هادشي حتى انا كنلاحظو ولكن وديك كيقول لي واحد صاحبتك سميتها توريا ما عرفتش صاحبتي توريا العزيز اللي كانت عليا ما كتخويش من عندي من الدار كانت عزيز بقات فيا بقات فيا ودابا جيت عاوتاني دابا لقيتها في ثاني الوالده ديالي ما كايناش هذاك هو المشكل الكبير هذاك هو المشكل الكبير دابا هو راحت فينا واحد الكلمه ما كيبغيش يسمعها زعما راه تعاود ديال العيالات ما كيبغيش يسمع هذه الكلمه كيضر خاطر وكيشك بزاف ما كيبغيش يدوم على العيالات وما كيبغيش يشوف فيهم وملي فيما كدوز محدا شي وحده دابا انا صاحبه فيما كدوز محدا شي وحده كيبري السيد ولا كل واحد هاد القضيه هادي حتى انا كنشوفها ولكن ما كنركزش فيها واخا انا كنشوف عيالات مجمعين في راس الدار ما كيبغيوش يريحوا بهاد المرات كيجري عليهم والله شنو زعما ما حد جات ولقات عابدو في الدار وما عرفت هو غبر ولا هي غبرات ما تقولهاش زعما بحال صاحبتي سوريا يكون ما يمكنش هاد الشيء هذا انا اش نقول لك دابا ما حد مو غبرت امك وغبر عبدو تما في نفس الوقت اختي شوف انا فهمتي شحال هاد هنا نقول لك بركه سير شوف البوليس هما اللي غادي يفكوك من هادشي زعما نشوف وعارفو راجل فين كاين وموك فين كاين انت توري كيفاش مات حتى انا كيف ما كانوا كيقولوا ولاد الدرب ترى السيدة بحال اللي قاتل شي واحد وما عرفتش بعد هذا هو طحنا ربي الوالده ديالي ما يكون وقع لها حتى شي حاجه يا ربي ما يكون وقع لها حتى شي حاجه يا ربي المهم نشوفو البوليس سير انا معاك اختي بغيتي تمشي معايا دابا نمشيو نديك العرا ومرحبا صافي شي هذا ما نقدرش نقصك تعليه حبيبه على السلامه الله يسلمك سمحي لي يا حبيبه ما نقدرش نقول لك بلي راه عندي ديبلاسمون داكشي علاش وانت مزيان انا بخير انت لاباس لاباس داكشي اللي بغيت حبيبه مالك ماليش تايلي مالك انت اللي ما عجبانيش لا انا نورمال صافي داكشي اللي بغيت انا تكون انت مزيان انا نكون مزيان انا مزيانه ايه جيت ما لقيتكش في الدار ايت من عيط التليفون ديالك طافي تشوشت عارف عارف حبيبه السيمانه هادي راه جاتني على غفله ومشيت
حتى خليتك انت مشيتي لطنجة كي دايره ماما لاباس جيت ما لقيتهاش فين ما لقيتيهاش في الدار شمن دار هنا عندنا حتى هي راه جات عندنا انا راني مشيت هي جات كان خصها تكون في الدار ما فهمتش انا صونيت لك انت لقيت التليفون ديالك طافي واش من درتي اش غندير اش غادي ندير بان دابا هي ولا باقي ما بان ما بانتش شنو زعما قلتي زعما تنسى ما بانتلكش لا ما شتهاش انايا ها ما شتهاش ما شتيهاش لا متاكد ما شتهاش انا ما شتهاش انا مالي شكون كذا بوليس